أقف اليوم متحدثاً إليكم في لحظة يختلط في نفسي مزيج من الاعتزاز والفخر. أيوة، اعتزاز وفخر. اعتزازي بوجودي وسط أبناء هذا الوطن من كافة فئات الشعب المصري العظيم، والفخر أيضاً بما نحتفي به اليوم من انتصار جديد وتمثيل حقيقي. شكراً، شكراً جزيلاً، شكراً جزيلاً، شكراً جزيلاً. متشكرين، متشكرين. وأنا والله بحبكم جداً، والله بحب مصر جداً، وربنا اللي يعلم. ما هو طب اسمعوا، هو ما حدش بيحب أهله ولا إيه؟ ما هو مصر دي أهل يعني، والله صحيح. والفخر بما نحتفي به اليوم من انتصار جديد وتمثيل حقيقي لمعاني الإنسانية والتضامن والتكافل المجتمعي، والذي لا طالما كان المصريون فيه هم القدوة والمثل والملهم، وخصوصاً في أوقات الأزمات والشدائد. ما نشهده اليوم ما هو إلا تأكيد لإرادة هذا الشعب العظيم، وإظهاراً لقدرته في تحويل المحن إلى منح. طب وبعدين؟ إحنا هنقعد بقى، بقول لكم إيه؟ إحنا هنقعد نحب بعض بقى. شكراً جزيلاً، شكراً جزيلاً. وإظهاراً لقدرته في تحويل المحن إلى منح، والأزمة إلى نجاح وإنجاز.